حان وقت تحدي ألوان آخر، اضغطي الزر. يا ترى، ما اللون الذي سأحصل عليه اليوم؟ هناك الكثير من الألوان للاختيار من بينها. انظري، البنفسجي مقابل الأصفر، سيكون تحدياً مشوقاً. حسناً، سيبدأ البنفسجي أولاً. ما هذا؟ يبدو مخيفاً بعض الشيء. حسناً، لا أتوقع أن الحلوى ستكون خطيرة. في الواقع، غيرت رأيي، تبدو لذيذة، أنا أعشق الحلويات. إيب! أوليفيا! هل أنت بخير؟ هاها، خدعتك، أنا بخير. لست ظريفة أبداً. حان وقت مقلب آخر. سيساعدني معجون الأسنان هذه المرة. سأضعها في فمي وأبدأ التمثيلية. أوليفيا، هل تسممتِ؟ يا إلهي، أظن أننا بحاجة لبعض المساعدة. خدعتك مرة أخرى، إنه مجرد معجون أسنان. أوليفيا، ستندمين على ذلك. حان وقت رؤية ما لدي. أوه، ما هذا؟ ستساعدني هذه الشوكولاتة الذائبة. رائحتها شهية، سأسكبها بالكامل على طبقي. انظري، إنها تذوب. أنا متحمسة لرؤية ما يوجد داخل الكرة. أوه، الكرة تنهار، هذا ممتع. أوه، واو، تبدو هذه التحلية شهية. حان وقت استخدام الملعقة، سأتناول لقمة من هذا الحلى الحلو. ياه، طعمه رائع، كما توقعت تماماً. هذا ظلم، أريد طبق طيبة للحلوى الحامضة. هل يمكنني تناول لقمة منه؟ كلا، انتظري، أريد أن أتذوق ذلك الحلى اللذيذ. التالي، الصودا. مرحى، ستكون هذه الجولة مشوقة. حان وقت معرفة من ستشرب مشروبها بشكل أسرع. أحضرت أداتي. وأنا أيضاً. لنثقب فتحة. 1، 2، 3، انطلاق. سأفتح الغطاء. الكثير من الصودا، لكن لا يمكنني التوقف. سأفوز مهما كلف الأمر. وانتهيت، لقد فعلتها، يبدو أني أنا الرابحة. انتهيت أيضاً، انتهيت أيضاً. حقاً؟ هل يمكنك فعل هذا؟ التحدي التالي. عصا لاق، ما هذا الشيء؟ أظن أن رائحته جميلة. وملمسه غريب. سأستخدمه مثل مزيل عرق. لا! ضعيه على شفتيك يا أوليفيا. شفتي؟ أو نعم، هذا منطقي. حسناً، لقد دهنته على شفتي. أوه، طعمه حلو، هذا رائع. حسناً، حان وقت معرفة ما حصلت عليه. أوه، واو، إنها خلية نحل طازجة. سيكون طعمها حلواً. حان وقت تناول لقمة كبيرة. أوه، إنها حلوة وطيبة. ما هذا؟ ها، لابد أني أتخيل. لو سمحت، أظن أنك أخذت خليتي. طيب، تفضلي يا أنسة نحلة، لا تلسعيني أرجوك. حسناً، لم أتعرض للأسعة على الأقل، لكنها أخذت كل طبقي. انظري، برينجلز، أنا أعشقه. سأسكب كل رقائقي في وعاء كبير. ممتاز، من السهل أكلها الآن. أوه، نكهة الشواء هذه لذيذة. أريد أن أتناول كل الرقائق دفعة واحدة. سأفعلها، سأتناول كل الرقائق حالا. ادخلي فمي أيتها الرقائق. حم، طعمها لذيذ بالفعل. رقائقي بنكهة البيتزا. حان وقت سكب هذه الرقائق من علبتها. أجل، طابور رقائق مستقيم.
الخطوة التالية رص الرقائق، ولن أرصها بشكل عادي، كلا، سيكون شكلها رائعا في النهاية. سأدخل هذه الرقاقة هنا، سأواصل رصها بهذا الشكل. يجب أن أتأكد من بناء الأساس بشكل متين. حان وقت استخدام المنقط. تتطلب المرحلة الأخيرة حركات دقيقة. بحذر، بحذر، لا أريد أن أفسد كل شيء. ما الذي تفعله هناك؟ آخر رقاقة يمكنني فعلها. أجل، لقد نجح. لقد صنعت دائرة برينجلز مستديرة. انظر يا أوليفيا، أليست جميلة؟ حان وقت أكلها الآن. لذيذة، تستحق كل المعاناة. هل تريدين تذوقها؟ حسناً، لكن توخي الحذر شديد. أوه واو، إنها مذهلة. أوه لا، لا، تمثال برينجلز اللذيذ. أوه أنا آسفة. أوه حصلت على صندوق صغير. رائع، حلوى مصاص مع عصير. سأفتح الغطاء ثم سأضيف العصير. إنها مليئة بالعصير. رائعة، ماذا لديك يا أوليفيا؟ أوه عنب على ما يبدو. العنب طعام الملوك كما يقال. سأعود بعد قليل. أرى أنك عدت مع مروحة. أحضرت أيضا ربطات شعر وعصا. سأمرر الربطة عبر المروحة ثم سأدخل العصا هنا. سأضع الربطة الأخرى هنا وأدخل العصا فيها أيضا. سأثبت العنب الآن. انتهيت، أنا جاهزة للأكل. أحضرت كتابي وسأشغل المروحة الآن. هذه فكرة رائعة، لكني سعيدة بحلواي المصاص. المزيد من العنب لي. يتم توصيل العنب إلى فمي مباشرة. هذا مبهر حقا يا أوليفيا. التالي. أوه جميل جدا. يبدو هذا العصير منعشا. سأتذوقه الآن. طعمه ليس جيدا في الحقيقة. أتعلمين؟ سأحاول مجددا. حسنا، أصبح طعمه أحلى بعد المحاولة الثانية. يا ترى ماذا يوجد في طبقك؟ حان وقت فتحه ومعرفة الإجابة. أوه حلوى فواكه. أنا أعشقها. طعمها حلو. ما هذا الشيء يا ترى؟ يبدو مثل بخاخ. سأرشه على فمي وأرى ما يحدث. واو نكهته قوية لكنها طيبة. يا إلهي ماذا حدث لك؟ أنا؟ ماذا عنك؟ أنا بنفسجية وأنت صفراء. أسوأ تحدي خضناه. هل أنت من الفريق البنفسجي أم الأصفر؟ أخبرنا في قسم التعليقات. ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناة 1-2-3-GO-CHALLENGE Arabic على اليوتيوب لتشاهد المزيد من الفيديوهات المذهلة.